النقطة اللي بعدها ان احنا جينا سنة 2020 اصدر قرار جمهوري سيادة الرئيس بنقل ولاية الاراضي دي كلها من محافظة مطروح لهيئة المجتمعات العمرانية لعمل مخطط شامل. ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها ان احنا ممكن استفدنا ايه من كل الخطوات. طيب الساحل الشمالي الغربي سنة 2010 رأس الحكمة دي لو جينا عرضناها للاستثمار سنة 2010 سنة 2005 في أي فترة هل كانت تجيب لنا الصفقة اللي احنا بنتكلم عليها ده؟ أكيد لا. طب ليه السبب؟ إيه السبب؟ أنا كدولة صرفت إيه كمقدرات تقدر تثمن الصفقة دي؟ أو كأي أرض موجودة في الساحل ايه القيمه المضافه اللي انا حطيتها قبل ما اعرض حاجتي؟ ودي اهم حاجه. احنا يمكن كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا في ثمار التنميه، الحصاد بتاع التنميه، جينا اتكلمنا على العاصمه الاداريه لما قلنا ان منطقه المرور والترافيك قل في منطقه وسط البلد، ان الطرق ان زمن الرحله قل. طب ايه النهارده؟ ايه النهارده الحصاد؟ ايه حصاد؟ ان انا لما جيت عملت طريق، طورت طريق زي طريق مصر اسكندريه خمس حارات غير خمس حارات داعم، طورت طريق وادي النطرون، طورت الطريق الساحلي، عملت محور كامل اسمه محور الضبعه. خلاص لما انا عملت المنطقه دي، طيب هل ده بس ينفع ان انا اكمل فيه استثمار؟ لا، انا محتاج قدره كهربائيه. بقى عندي محطه اسمها محطه الضبعه النوويه تقدر تطلع قدره كهربائيه تنمي كل منطقه الساحل الشمال الغربي. هل ده بس؟ طيب وزاره النقل نمسك تطوير مينا اسكندريه، تطوير مينا الدخيله، تطوير مينا جربوب. طب بس كده؟ القطار الكهربائي. طب بقيه الوزارات، عند المتحف المصري. طب راس الحكمه فين بقى من ده كله؟ المجتمعات العمرانيه قبلها، تطوير مدينه العالمين الجديده. كل الكلام ده يخلي المستثمر الدوله دي مجهزه كل حاجه. مش هيجي عشان يعمل طرق، هو مش هيجي عشان يعمل قطر سريع، هو مش هيجي السايح اللي هو ما هو في الاخر التنميه. ويمكن كان في احنا كنا بنتناقش قبلها بنقول ليه الناس زعلانه. هي ممكن الناس تبقى زعلانه لو كانت فاكره ان التنميه اللي معموله هي تنميه شاليهات، وقت للصيف بس الناس تروح تصيف. اما بالعكس، ده تنميه معموله تنميه.